الله معكم اخوتي، سلام الرب يسوع بقلوبكم. قصة سمعتها وحبيت شارككم فيها. بيوم من الايام بيحكى انه ملكة انجلترا سمعت انه في جندي مريض ويعملوا له عملية، بس فئة دمه كتير نادرة، ما كانوا يلاقوا له دم ابدا. فراحت على المستشفى تتشوف شو وضعه وشو هالمرض اللي عنده، وهونيك عرفت بفئة الدم شو هي، وقالت لهم خدوا لي من دمي حتى نشوف انا شو. اخذوه لو طلعت هي بتملك هيدي الفئة. قالت له انا بملك هيدي الفئة، فئة الدم، وانا بدي اتبرع لهالجندي. وفعلا تبرعت للجندي وانقذت حياته. كان من الطبيعة الجندي بس يصح بيطلب اذن انه يشوفها للملكة ويشكرها شخصيا. بتجي الموافقة من القصر الملكة وبيروح حتى يقابلها، بس بيتفاجئ هذا العسكري بس يوصل على بوابة القصر كل الجنود والحراس اللي بالقصر بيوقفوا له تأهب استعداد، بيقدموا له سلاح تبعهم وبيمشوا قدامه بخطى ملكية كأنه ماشي ملك، بيسلموا عليه وبيقفوا له باحترام. بيتفاجئ وبيسأل أحد الحراس اللي تعرف عليه، بيقول له ليش أنا عملتوني كأني ملك بس جيت قدمتوا لي السلاح؟ فقال له العسكري نحن عم نوقف تأهب عم نعظمك لأنه بعروقك عم يجري دم الملكي. أنت بعروقك في دماء ملكية من الملكة، فنحن بنوقف احترام للدم اللي عم يمشي بعروقك، دم الملكة اللي بنحبها. وهون أخوتي أنا إذا بدي أقرب هيدا الأمر للي بيحصل معنا بالقداس، بكل قداس بنحضره أخوتي وبنتناول جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هون أخوتي لو أراد الرب أنه يكشف عن عيوني وعن عيونك بعد اتحادك بربنا يسوع المسيح من خلال تناولك جسده ودمه، رح نشوف أنه الملائكة عم توقف تعظيم لإلك. كيف فرحت وكيف مجيت بالكنيسة، بتوقف لك تعظيم وبتقلك نحن عم نعظم جسد ودم ربنا يسوع المسيح اللي صار هلأ بعروقك. الملائكة كانت بتوقف لك لو الرب هيك بيشلك عن عيونك وبتقشع، الملائكة بتوقف تعظيم واحترام لدم وجسد ربنا يسوع المسيح اللي اليوم عم يمشوا بعروقك. هل هلأ يا خيي ويا أختي فهمتوا قديش مهم جسد ودم ربنا يسوع المسيح انه نتناوله بالقداس؟ اليوم يا أخوتي خلونا نشد حالنا كلنا ونقوم هيك نهار الأحد ونروح نتناول دم وجسد ربنا يسوع المسيح ونتبارك. وتذكروا يا أخوتي أنه هيدا خلاص لألكن، هيدا بركة لألكن، هيدا حياة لألكن. وتذكروا الملائكة توقف احترام أمام دم وجسد ربنا يسوع المسيح اللي بدنا ناكله بدنا نشربه. فكيف الحري نحن نكون عم نعمل أمام كاسة الأربان. سلام رب يسوع معكم إلى اللقاء.